أهلا بكم من جديد. ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين لتبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي في 2018، وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، الذي تم إطلاقه خلال فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية، وجرى خلالها استعراض أوجه نمو التجارة الدولية لمملكة البحرين. وقال السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن تقرير الأمم المتحدة شكل تأكيدا لما حققته البحرين من جاذبية متنامية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث برزت المملكة كوجهة استثمارية مميزة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل ما يتميز به اقتصادها من مرونة وتنافسية عالية، كما أنه إلى جانب تنوعه فإنه يتسم بالاستدامة على المدى البعيد. ووفقا لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد حلت المملكة العربية السعودية في صدارة المستثمرين في المملكة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين أكثر من 745 دولارا أمريكيا خلال العام 2018. تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، عقد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مؤتمر إنشور بايت لتكنولوجيا التأمين بشراكة استراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وجمعية البحرين للتأمين BIA وفنتك كونسورتيوم. وقد ناقش المؤتمر في يومه الأول الذي أقيم تحت شعار إعادة تخيل التأمين العديد من القضايا المهمة والتحديات التي يواجهها قطاع التأمين في مملكة البحرين، وذلك وسط مشاركة واسعة لأكثر من 300 مندوب من مختلف القطاعات و45 متحدثا مختصا في مجالات التكنولوجيا والتأمين والذكاء الاصطناعي. وسلط المؤتمر الضوء على دور تكنولوجيا التأمين في تحسين أداء الخدمات المالية والتعرف على أحدث ما توصل إليه هذا القطاع، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات. كما وسيقدم المؤتمر حلقات نقاشية وورش عمل وأبرز التطبيقات في مجال تكنولوجيا التأمين، وسيناقش أهم الموضوعات والاستراتيجيات والتطبيقات حول الفرص والتحديات الرئيسة التي تواجه قطاع التأمين. بحكم أن التكنولوجيا المالية أصبحت من لغة العصر بالذات في جميع القطاعات، يعني التكنولوجيا غزت جميع القطاعات منها القطاع المالي، وأصبحت أحد الركائز بالنسبة حق توزيع المنتجات المالية سواء في قطاع البنوك أو إدارة الأصول أو قطاع التأمين بشكل عام. طبعا هذا المؤتمر يعالج أو يتعاطى مع آخر التطورات المتعلقة بالتكنولوجيا المتعلقة بخدمات التأمين المختلفة ومدى تأثيرها في نشر مثل هذه المنتجات على القطاع المالي بشكل عام. قطاع التأمين في البحرين له باع طويل، وتحت مصرف البحرين المركزي هناك حوالي 100 شركة تأمين مرخصة، فالسوق موجود بقوة، وفي نفس الوقت يواجه تحديات كثيرة، وبالذات في الآونة الأخيرة حصلت تغييرات كثيرة في مجال التأمين عن طريق التكنولوجيا. فالهدف من هذا المؤتمر هو توعية القطاع في البحرين وتعريفه على آخر التطورات اللي قاعدة تصير في مجال تكنولوجيا التأمين عالميا، وفي نفس الوقت نجيب شركات في هذا المجال بأنها تتعرف على الشركات البحرينية وتشوف شلون تقدر تشتغلون مع بعض في هذا المجال. طبعا واحدة من أهم النقاط اللي نبي نطلع منها بهالمؤتمر هو تقرير أصدرناه بقيس نسبة الرغمنة والأتمتة في مجال التأمين، وهي أول مرة بيطلع تقرير في البحرين، وهو أكبر تقرير من نوعه في المنطقة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.6% مقفلا عند مستوى 1451 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,706,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,463,000 دينار تم تنفيذها من خلال 103 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 9,084 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.6%، لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4,990 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.50%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2,663 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.44%. أظهرت بيانات تجارة دبي الخارجية للربع الأول من العام الجاري أن السعودية تأتي بمركز الشريك التجاري الأول للإمارة خليجيا وعربيا والرابع عالميا بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم. وتصدرت الصين شركاء دبي التجاريين العالميين بقيمة 36.4 مليار درهم بالربع الأول. تالتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليارات درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث. وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو ويعكس نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع بنيتها الاقتصادية. أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري نجاح بلاده في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها، حيث بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات خلال شهر يونيو الحالي. وجاء ذلك في كلمته خلال لقائه مجلس الأعمال الفرنسي في باريس. وأوضح الملا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي جاء إثر تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي، من أهمها حقول ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وأتول، وذلك بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات حوالي 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. ليونيل ميسي يتربع على عرش أعلى دخل في العالم لعام 2019 بعدما جمع 127 مليون دينار. أعلنت مجموعتا ريثيون ويونايتد تكنولوجيز الأمريكيتان العملاقتان في مجالي صناعة الدفاع والطيران أنهما وقعتا اتفاقية اندماج ستنبثق منها واحدة من أكبر المجموعات العالمية في هذين القطاعين. وأوضحت المجموعتان أن الكيان الجديد الذي يجمع بين محفظتي المجموعتين المتكاملتين للغاية سوف يطلق عليه اسم ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات المجموعة الجديدة حوالي 74 مليار دولار في العام 2019.
أعلنت الصين تدابير تحفيزية جديدة لدعم ثاني أكبر اقتصاد بالعالم من خلال تشجيع الحكومات المحلية على استخدام سندات خاصة في مشاريع كبرى. وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن الصين عززت إصدار سندات الحكومات المحلية الخاصة لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على سيولة مناسبة داخل السوق. وأضافت أن الصين تعمل على تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية المحلية على استخدام السندات الخاصة وغيرها من أساليب التمويل القائمة على السوق لدعم المجالات الرئيسة والمشاريع الكبرى. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت مجلة فوربس الأمريكية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الرياضي الأعلى دخلا في العالم لعام 2019 بعدما جمع 127 مليون دولار. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ميسي أفضل لاعب في العالم 5 مرات حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، بالإضافة إلى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هذه اللائحة، وهو تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم هما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.